Pour cette deuxième et dernière vidéo peut-être de cette fin de soirée. Alors, il est exactement 21h27. Nous sommes le 30, bien sûr, novembre 2021. Quel monnaie va le jmaali de Bruni? Ou galouli, une tag d'un le Algezaïr, mahish doula, mahish بلد مسلم وهذه وانت غلط الجزائر بلد مسلم وانت تقول لهم ديما الجزائر ماهيش بلد مسلم الوغ الناس هذو لازمهم يفهموا تو دابور يفهموا شي هو بلد مسلم وشي هو بلد غير مسلم يفهموا الساعة وشي هو بلد مسلم وبلد مسيحي وبلد يهودي وبلد مالا لو كان غدوة صباح الجزائريين يخرجوا من الجزائر يخرجوا من الجزائر ويجيو بيكزومبل ما على باليش انا اللي يجيو لي فرونسي يسكنوا في الجزائر ولا يجيو لي زاميريكان يسكنوا في الجزائر الجزائر تبقى بلد مسلم ولا تبدل
لازم لازمكم تسالوه روحكم. هنا تعرفوا بلي ما كانش بلد مسلم، خاطرش البلد سيكوا بلد، راهي ارض، ارض فيها بنايات فيها من هذا هو البلد. دونك المسلم الدين ما يكونش في البلد ولا يكون في الدوله، كما واحد يقول لك يقول كما حنا بيزامبل مديرين الدين الدوله هو الاسلام، وهذه غلطه كبيره، خاطرش الدوله ما فيهاش دين، الدوله ما تصلي ما تصوم ما تعبد ربي ما والو، الدوله هي عباره على مؤسسات، وفي المؤسسات هذو يسيروا فيها ناس، هذوك الناس هذوك يقدروا يكونوا مسلمين، يقدروا يكونوا مسيحيين، يقدروا يكونوا ما عندهم حتى دين. وعلى هذاك ما نجموش نقولوا حنا الجزائر بلد مسلم وفرنسا بلد مسيحي. كيفاش نقولوا بلد مسيحي لو فرنسا فيها المسلمين؟ كيفاش نقولوا البلد الجزائر مسلم وحنا عندنا هنا في الجزائر عندنا المسيحيين وعندنا يهود وعندنا ناس ما يمنوش خلاص؟ دونك لازمكم تعرفوا كيفاش. ما نجموش نقولوا الجيري، اون بو با دير كو الجيري اي ان بيي مسلمان، سي فو. بور لي جون كي مون اكري جو فودري لور اكسبليكي كي نيكزيست با ان بيي مسلمان اي ان بيي نون مسلمان، سا نيكزيست با. لي بيي نون با دو ريليجيون، نيمبورت كيل بيي اي نوتر. بار اكزومبل لا فرانس ني با ان بيي كريتيان، les Américains, l'Amérique n'est pas un pays chrétien ou orthodoxe ou non non ou juif, non non non. Même Israël n'est pas un pays comment dire judaïste, c'est ça. Donc kayn ناس نجمو نقولو باش تصحوا رواحكم يا ناس، كيما كانوا اخرين يقول لك تشوف سيدي كيفاش هذا البولحية هذا نتاع المعسكر هذا في بلد مسلم، يقولوا له الناس يقولوا له ما تقول شك وما تقول شك وما تقول شك. هذا الناس اللي يقولوا كيما هكا ناس غالطين في حسابهم، ناس غالطين في حسابهم. ما كانتش الجزائر ماهيش بلد مسلم، ودوك نكسبليك لكم علاش. تو دابور حنا الجزائريين، حنا الجزائريين والجزائر تو دابور، الجزائر عمرها ما كانت بلد مسلم، وتشوفوا تراجعوا التاريخ وتلقاو الجزائر ماهيش بلد مسلم، ماهيش بلد مسلم. واستدير حتى خلينا من البلد، حتى الناس اللي ساكنين فيها سكان الجزائر بعد عمرهم ما كانوا مسلمين. سكان المغرب حتى هم عمرهم ما كانوا مسلمين، تونس عمرهم ما كانوا مسلمين، شمال افريقيا كامل ما كانوش مسلمين، جامي كانوا مسلمين. جدودنا صدير ما نهضرش على جدي نتاع البارح، انا جدي نتاع البارح مسلم وكان يقرا القران، مي نهضر على جدودنا نو زونساتخ، لي زونساتخ نتاعنا الاولين، ها جدي ما كانش مسلم. وقتاش كانوا دخلوا الاسلام في ضربت هذه اللي قلت اللي عيطوها هما الفتوحات الاسلاميه، هكذا هذو هما كي جاوا هاد الناس هذو باسم الفتوحات جاوا بالسلاح وقتلوا ناس وذبحوا ناس وكانوا تدخلوا للاسلام، والناس باش مساكن خايفين كانوا اخرين اللي ما حبوش يدخلوا قتلوهم، كيما حنا عندنا لارين تاعنا ديهيا لارين ديهيا حنا الشاويه حاربت المسلمين هذو. وهذا كل انا هضرت مع واحد الخطره واحد الطفله وقيله تكون في والله نسيت وين تكون الطفله هذه جاوب لي تكون سيت اون بسيكولوج، سيت اون بسيكولوج. كي هضرت لها كيما هكا قالت لي انت واش راك تحكي انت؟ قالت لي مالا نروح نعاود القرايه نتاعي كامله نعاودها. ايبا قلت لها وي، قلت لها لازم تعاوني باسكو علاش؟ باسكو انت قراوك في تاريخ مفبرك، في تاريخ كيما كاين واحد زيفوه، وعلى هذاك لازمك تعاودي، وعلى هذاك لازمك تعاودي. الطفله هذه واقيلا في جويهباتنا، يبان لي في جويهباتنا نسيتها، في جويهباتنا قالت لي ياسين، قالت لي نخدم بسيكولوج، قلت لها الله يبارك. قالت لي كيفاش انت تقول باللي هذه؟ قلت لها يا بدي راهم لي زونسيتر نتاعك انتيا عمرهم ما كانوا مسلمين. قالت لي سبحان الله، قالت لي مالاش اللي قريناه كل نعاودوه؟ قلت لها وي تعاودي باسكو غلطوكم، حنا كانوا يغلطوا فينا، حنا كانوا يغلطوا فينا. كيما قال واحد لي زونسيتر نتاعنا كيما انا نسكن في خنشلة باغي، واقيلا قد كيلومتر باغي 6 كيلومتر نو ولا 10 كيلومتر باغي 8 كيلومتر، واحد 8 كيلومتر باغي
كيف اسمه وين كان وين كانت الديهيا هي اللي كانت لارين نتاع الامازيغ 6 كيلومتر عندنا في بغاي ديهيا هي اللي حاربت المسلمين حاربتهم كي جاوا جابوا قالوا لها باللي رانا جينا باش ندخلوا الاسلام قالت لهم ما ندخلوش ولات قالت ومن بعد زادوا تقابضوا معها غلبتهم ومن بعد زادوا بعثوا لها ناس اخرين قالت لهم فوالا انتم تقولوا بلي جبنا لكم رساله من عند النبي وهذه الرساله هذه ربي اللي بعثها وما نعرف واش قلت لهم اعطيوني الرساله ورجعوا ارجعوا كيف اسمه منين جيتوا قالوا لا احنا جينا فاتحين احنا نقعدوا نفتحوا ونقعدوا هنا ودوروا الاسلام وكذا وهنا تقابلوا معاها قدين خطا تغلبهم ومن بعد خدعوها خدعها واحد رباته وطفل بقى اسير رباته هو اللي خدعها وقتلوها كما قال واحد وقيلة في بير العتر اذا ما ملك على حسب الهيستوريا وخنشله هذه بعد خنشله هذه بعد نسكن فيها انا الاسم نتاعها بعد امازيغي علاش خنشله راهي بنت الكاهنه خنشله اسمها بعد راهي بنت الكاهنه هذه الناس كل ما قراوها لهمش علاه باسكو ايزون فالسيفي ليستواغ ايزون فالسيفي ليستواغ ولليوم بعد لليوم ما حبوش يصلحوا ليستواغ ايفل با دونك حنايا جدودنا اللي كانوا بكري يوغرطا وماسينيسا كما قسنطينه قسنطينه كانت الدوله خير الماسينيسيه ها دوله في قسنطينه كان يسير فيها ماسينيسا عمرك شنو هضر لكم على ماسينيسا ما هضر لكمش ماسينيسا كان مسلم ما عمره ما كان مسلم دونك لي زونسيت نتاعنا عمرهم ما كانوا مسلمين اسلموا بالذراع اسلموا بالسيف صدير قصوا الدمغي نتاع الناس وقتلوا الناس واغتصبوا النساء وداو الصوارد وداو كذا هذه هي الاستوار هذه هي الحقيقه دونك ما نجموش نقولوا اليوم نجمو نقولوا خاطرش الجزائر اليوم الجزائر ولا المغرب ولا تونس باكزومبل ولا ليبيا ولا موريتانيا ولا منا من نهار جاو العرب جاو عندنا وقتلوا الناس وذبحوا الناس ودخلوا الناس بالاسلام ولا الاسلام انتشر وانتشر بالسيف وانتشر بالاخر ولينا كل يسمى كل 80% تقريبا مسلمين نجموا نهضروا على الجزائر اليوم ونقولوا الجزائر سكان الجزائر لا ماجوريتي نتاع سكان الجزائر مسلمين هكذا نجمو نقولوا لا ماجوريتي نتاع السكان نتاع المغرب مسلمين نجمو نقولوا لا ماجوريتي نتاع السكان نتاع تونس مسلمين نجمو نقولوا لا ماجوريتي نتاع السكان نتاع فرنسا دي كريتيان خاطرش لا ماجوريتي مصر عندهم مسلمين عندهم حاجه هايله من كبار نتاع المسلمين كيما في الروس هذي كيف عندهم لي كريتيان وعندهم كيما قال واحد ديانات اخرى بصح عندهم حتى هما المسلمين مي ما نجموش نقولوا الجزائر بلد مسلم اللي يقول كيما هكا راهو انسان ما يعرفش خاطرش البلاد بلاد وحده ما فيهاش ما تغيرش ما تغير يدخل فيها في اكس ولا ايكس ماهوش اليوم الجزائر بلد مسلم غدوه يروحوا منها الجزائريين يجيو باريزومبل الاتراك تولي ما على باليش حاجه اخرى نو نجمو نقولوا سكان الترك باكزومبل اليوم نقولوا راهم لا ماجوريتي يعني الاكثريه نتاعهم عندهم ديانه ما هذه الناس ما حبش تفهم هذه الناس ما حبش تفهم وهذا المشعوذ هذا مع كيف اسمه هذا اللي الطفل هذا اللي يقري في الليسي هذا المشعوذ هذا يقول لهم كيفاش حنا في بلاد مسلم هذه غلطه كبيره غلطه كبيره ما كانش بلد مسلم وما كانش بلد مسيحي وما كانش بلد رغم ان هذا الاخر كيف اسمه هذا الاستاذ هذا راهم يساندوا فيه يساندوا فيه تقريبا 90% تاع الجزائريين وهذا ماهوش كيما قلت لكم هذه سي با اون سيربريز سي با اون سيربريز يساندوه نساء ورجال وكامل وعلى بالي اللي الناس اللي ضده انا واحد بعض الالاف يعني ماشي يعني ما كانش الملايين كل معاه هو خطرة على غالب اليوم الشعب الجزائري لا سوسيتي الجيريان كما قلت لكم رايتي اسلاميزي رايتي اسلاميزي دخلهم في راسهم باللي كما الجزائريين واش يحسبوا الجزائريين يحسبوا ربي سبحانه عز وجل بعث لهم الاسلام لهموما هذا واش يعرفوا ما يحسبوا باللي الاسلام هذا راهو نتاعهم هما برك راهو ماهوش تاع الناس الاخرين ماهوش تاع السعوديه ماهوش تاع الاخرى نتاعهم هما نتاع الجزائريين برك هذا ما كان كي دونك على الاسلام ما كانش ما تلقاه ما يصلي ما ي... ما 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 والو ما ي... كيما قال واحد ويهضر لك على الاسلام
تضلوا على الاسلام والله ما تفرع يقتلك على جهه الاسلام. دونك هاد الناس هادو المخاخ نتاعهم لعبوا لهم بالمخاخ نتاعهم ساكن ما ينجمش يقول لك تراش نخمم تراش علاه انا راني مسلم بوركوا ما يقولكش ما كاش نقاش يقولك ما تناقشنيش في هذه يا خويا انا مسلم لاش ما نصليش لاش تمن كيما قال انت واش مسلم انت قاعد ما تصليش انت واش مسلم انت قاعد دير في المناكر دير حوايج ماهمش مليح واش مسلم تلقاه يسرق تلقاه عاود يخطره واحد قال لي خطره واحد دخل واش سرق سرق حاجه باش ياكلها حلال مكتوب عليها حلال وخرج باش يسرقها باش يديها حكموا راجل سيكوريتي قال له لا غالب ما عنديش وقال له علاش ديت حلال قال له باسكو حلال نحب ناكل ما ناكلش انا حلال ماشي حلال قال له كيفاش تسرق حاجه تسرقها وتحمل حلال ديجا قال له هذا اثم كبير كي سرقت قال له كنت تشوف واحد اللي يشري لك وهذا ما كان ما تسرقش شوفوا برك كيفاش الناس مساكن ما على بالهمش انسان راه يسرق حاجه مكتوب عليها حلال ما حبش يهز حاجه اخرى اللي ماشي حلال مي يهز حاجه مكتوب عليها حلال بور لوي سي نورمال بور لوي كاين مكتوب عليها حلال سي نورمال يسرقها ما ربي ما يحاسبوش مينهمش مي راك انت في اخر طاك ديجا السرقه كي سرقت حاجه ماهيش تاعك انت ديجا هذه راهي اكثر من الاثم اللي تدو كيفاش تسرق دونك الناس ما على بالهمش يتكلموا هذا كيف اسمه هذا المشعوذ تاع معسكر هذا اللي مازالوا يهضروا عليه الناس روحوا تشوفوا لي ريزو سوسيو كاين واحد ثاني حتى هذا اللي اللبان هذا كيف اسمه هذا تاع اللبن اللي قلت لك عليه قبيل هذاك تاع الصمام نتاع الصمام يدير اللبن واش يقول لهم قال لهم دوك ندير مدرسه كبيره في معسكر و نتاع قران ونعطي السيد هذا هو المدير نتاع المدرسه هذه شوفوا يعني كيفاه الناس كيفاه جاهله يعني يا جماعه الناس جاهله باش تشوفوا هيا معليش يا سي راك درت مدرسه نتاع قران معليش يا سي و كبيره خلاص تاع معسكر درت نتا اكبر مدرسه تاع معسكر درتها لهم القران صح معليش وجبت هذا السيد هذا مدير معليش وجبت الدعشيين كل يقريو تما القران ايه ومن بعد وين هو الريزلتا واش وين هو الريزلتا برك يقولوا لنا ترى شكون هو هذا تاع اللبان هذا يقول لك الناس ناس معسكر كل يوليو كل يحفظوا القران كما قال واحد 100% هاي والنتيجه يتعدلوا السبيطارات نتاعنا يتعدلوا الناس يوليو عايش يسرقوا نضلوا كي نخرجوا نلقاو الحليب في معسكر يطيش نضلوا نلقاو السكنات يطيشوا معسكر تضل دير اللقاح نتاعها من هذا المدرسه هذه يديروا اللقاح يلقحوا الناس منها هي ما كاين حتى ريزولتا يا ناس تحفظ القران 60 حزب ولا تحفظ حزب واحد ولا من ما عندها حتى معنى خلاص ولا يا ريت هذا السيد هذا باسكو هذا السيد هذا او ديجا قال لك خطره دار هذو راح تبرع بهذو نتاع كيفاش اسمه في المستشفى نتاع كيفاش اسمه لي زاباراي نتاع التنفس تاع الاكسجين حاجه مليحه وعلاه ما يزيدش يقول لك استنى تشوف انا مادام عندي دراهم وعنده دراهم يقول لك روح ندير كلينيك للناس بلاش خير من القران القران الناس كل تقدر تحفظ القران بصح ما تحتاج حتى في الدار يحفظ القران ماهوش سي با لا بين مدرسه مي كلينيك ما كانش لي ما كانش علاه ما قالش ندير ايكول باكزومبل نقري فيها لا سيونس الناس راهم مع كيما قال واحد فابل في لا سيونس نروح ندير ايكول في لا سيونس علاه ما قالش ندير ايكول تاع المات علاه ما قالش ندير ايكول نقري فيها العلم في معسكر باكزومبل اذا السيد هذا ما علمش علاش قال جات معسكر مي يديرها في معسكر ولا يديرها منا ولا يديرها منا هاي سما او موان فايده ليش للبلاد وللشعب ولهذوك من بعد اللي يقراو هذوك بعد خاش كي دير لي مدرسه تقري القران وتخرج لي الاف نتاع الناس يحفظوا القران هي هو الريزلتا وين هو يعني جو با بلي كان كاين ريزلتا والله ما كانش انك ما كان واحد اللي يسمعني ويقول لي بلي كان ريزلتا يعطيني نشوف يعطيني نشوف ماذا بيا هذه هي اللي حبيت اليوم نجاوب الناس كاين اخرين قالوا لي مشيوش نقريحه مشى لمصر ايه مشيوش نقريحه مشى لمصر وباسكو كاينه في مصر راحين يديروا راح كيف اسمه في مصر راحين مديرين واخا لقاء باش
يشوفوا الاسلحه هكذا في مصر، وشاركت فيها بزاف الدول. الجزائر ما على بالي شاركت ولا لا، مي رايحه تبارتيسيبي مادام راح شنقريحه راح تبارتيسيبي تما. والمشكل الغريب في الامر هو ان اسرائيل راح تشارك، اسرائيل راح تشارك. انا ما فهمتش انايا، يا منا نلوموا على المغرب كي طبع مع اسرائيل، ويا منا احنا نروحوا لاسرائيل لمصر، مصر هي البرومي بيي اللي طبع مع اسرائيل هي مصر. وهاكم تشوفوا كما يقول الانسان، هاكم تشوفوا كما يقول الانسان، اسرائيل راح تشارك في هذا التظاهرة هذه. دونك حاجه مليحه كي يمشيوش نقريحه راح، هذه حاجه مليحه. مي يا ريت يمشيوش نقريحه يشوف مع مع الجنرالات تاع مصر ومع السيسي. انا نقول انا نقول انا لو كان جيت انا اللي رئيس ولا يسمع لي يمشيوش نقريحه، نقول له يا ولدي شوف لي مع اسرائيل، قال انا ما عندي حتى مشكل معكم. هكذا ولا لا المعلم؟ انا نقول له ولدي انتم عندكم علاقات مليحه مع اسرائيل، من فضلك يا سي مش السيسي ولا هذو، شوف لنا مع الناس هذو، قول لهم بلي ما عندنا حتى مشكل معاهم، احنا حتى وفهمهم، يقولوا حتى المغرب ما عندنا حتى مشكل معاه، احنا رانا الصحراء هذه ما نحبوهاش وما نحتاجوهاش. احنا اذا الامم المتحده مدت الصحراء للمغرب خوتنا نباركو لهم، ما كاينش مشكل. واذا ما مدت لهمش احنا خاطين، واسرائيل يا خويا احنا ما عندنا حتى بروبليم نتاعهم باش معاهم باش يجيو يهدونا ولا يجيو يقضونا، وبلاكي يصلحونا معاهم. اذا هكا مليح، انا بالي هكذا ما على باليش انا قالوا الناس اسكو على بالك علاش راح كيف اسمه شنقريحه، كيف اسمه الجنرال شنقريحه راح لاسرائيل، اسرائيل يروح لاسرائيل غدوه تحرق الجزائر، راح لمصر. إبا كانت تظاهرة كبيرة نتاع الآلات نتاع الحربية ومنه ومنها، راح يشاركوا فيها بزاف الدول ومن بينهم بتات الجزائر. وثاني سمعت أنا باللي حتى إسرائيل راح تشارك، وماهيش أول مرة، والجزائر ثاني شاركت في بعض التظاهرات وإن كانت إسرائيل موجودة. أنا مانيش فاهم على الناس هذو اللي إسرائيل والعدو الصهيوني ومن على وجهه هو، يعني باللي ما كان لا عدو الصهيوني ما والو. اسرائيل كما قال لك بلد كما البلدان كامله، واش هو ماهمش متفاهمين مع خوتنا كيف اسمهم الفلسطينيين. حنا نتمناو ان الفلسطينيين واليهود يديروا علاقات ما بيناتهم ويخدموا ما بيناتهم، وهذو يخدموا في بلادهم وهذو يخدموا في بلادهم، ونحبوا السلم. حنا ما نحبوش الحرب، حنا ما نحبوا الحرب حتى لواحد. الناس اللي تهضر على اليهود واللي يقول لك اللهم دمر اليهود والنصارى، هذ الناس هذو اللي غالب عليهم ساكن في ريسانهم في المخ نتاعهم عندهم الحجر مساكن، لا غالب ما تلوموهمش يا جماعه، واش نقول لكم؟ لا غالب هذو هما كيف اسمه الناس، لا غالب فو با لي زون فولوار، فو با لي زون فولوار. انا عمري ما نقول اللهم دمر اسرائيل، علاه يدمروا؟ ماهمش عباد، ماهمش خوتنا حتى هما، يوم خوتنا خوتنا اليهود، وشي ماهمش خوتنا. حنا بعد عندنا جزائريين الاف يهود، الاف تاع الجزائريين. دونك لو كان هاد الزيارة هادي نقول لكم الحق، لو كان انا ولا غنستغلها باش نشوف نصفي كيما قال واحد المشاكل مع اليهود. قال ولدي حنا ماناش عاديين نتاعكم وما عندنا حتى مشكل معاكم، وهذا هو الصح. ما عندنا حتى مشكل، لا اسرائيل كش ما ضربتنا كش ما صار نديرو تركيا. شوفوا هذاك العوج هذاك يا خاوتي، شوفوا هذاك العوج باش تشوف. شوف تركيا اللي في الامم المتحده كي جينا باش نديو لانديبوندونس، تركيا رفضت باش نديو لانديبوندونس. باش تشوف تركيا رفضت باش الجزائر تدي الاستقلال نتاعها، واسرائيل فوطات باش الجزائر تدي الاستقلال نتاعها. درك الصبح تقلبت الايه، اصبحنا احنا عديان نتاع اسرائيل، ها
على جهه واش على جهه الفلسطينيين ماهوش على جهتنا حنا، وصبحنا حباب مع تركيا اللي تركيا كانت تو دابور استعمرتنا كما فرنسا، وهي رفضت من بين البلدان اللي رفضوا يعطيونا الاستقلال. شوفوا برك يا جماعه كيفاه، يعني الناس ما هم فاهمين فيها والو. الناس اللي تسير في الجزائر انا نقول لكم الحق مانيش فاهم، انا يبان لي الناس هذوما ربي يهديهم، برك ربي يهديهم. كيفاش واحد اللي سنيه معايا واللي انتخب معايا كما اسرائيل اللي انتخبت معانا باش نخرج باش نديو الاستقلال نتاعنا رديناها عدو. علاش عدو؟ باسكو تقابضوا مع 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 دوله مع مع فلسطين. احنا ماناش فلسطينيين على كل حال، وماناش خير من العرب اللي خاوتهم الفلسطينيين. العرب اللي خاوتهم الفلسطينيين ما داروش كيما درنا احنا، ما قالوش احنا مع فلسطين ظلموا مظلومه. روحوا تشوفوا هضروا مع العرب يقول لك اخويا احنا كانوا عرب. يا اخي البارح عجبت لكم فيديو وين يقول باللي هذو كيف اسمه الفلسطينيين هذو ما عندهمش بلاد، خلاص راهم متشردين. احنا ما قلناش كيماك، احنا قلنا باللي ان شاء الله هذو الفلسطينيين هذو مساكن يفرج عليهم ربي حتى هما يديروا دوله نتاعهم. ارض الله واسعه، يديروا الدوله نتاعهم واسرائيل تدير الدوله نتاعها ويعيشوا مع بعضهم. عندهم حرب، الحرب اللي قادره تديرها اسرائيل، والحرب اللي قادره تديرها فلسطين، والحرب اللي قادره تديرها الجزائر، والحرب اللي قادره عندنا فرد حرب نتعاونوا عليها كل العالم كل. هي حرب ضد المجاعة، حرب ضد الأمراض، حرب ضد التخلف، حرب ضد الإرهاب، ضد الناس اللي تقتل في الناس. هذه وي مين نكره العدو الصهيوني اللي تهضر معاه في الجزائر يقول العدو الصهيوني. يا ولدي ما على باش حتى صهيوني واش هو، والله لا على بالو كلمة هذه تاع صهيوني، والله لا على بالو واش هي. دونك الناس اللي قالوا لي تهضر على واش يقولوا مسيو شنقريحه اللي مشى لمصر، انا ما على باليش في الاجنده تاعو، مين على بالي باللي مشى خطراش كاين تظاهره نتاع الاسلحه في مصر، يشكوا فيها بزاف الدول من بينهم بتات الجزائر واسرائيل جات تشارك. ونورمال نورمال نفهموها نورمال، انا حتى غدوه الصباح يقول مسيو شنقريحه يتلقى مع هذو الضباط نتاع اسرائيل ومن ماذا بيا. علاه يا خويا نديرو عدو انا؟ علاه بوركوا؟ علاه حبيتونا حنا نكونو عدو نتاع الناس خاتيونا؟ خلاص علاه بوركوا؟ لا انا فلسطيني اكثر من الفلسطينيين، انا عربي اكثر من العرب، انا مسلم اكثر من المسلمين. دونك انا يبان لي هذا هبال، هذا انا يبان لي باللي الجزائر كيما قلت لكم لازم ترجع حساباتها. وهذا بيا انا كون الناس كيما مشاو شنقريحه وهذا كيف اسمه تب مشي تبون، والناس هذو اللي يسيروا في الجزائر يبدلوا العقليه نتاعهم ويبدلوا لا بوليتيك نتاعهم، ماذا بيا يقعدوا يسيروا سيتي، ما كاينش مشكل على بغيو يروحوا. هي بصح اذا ما ينجموش حازهم يخليو البلاد، اذا ما ينجموش يرجعوا لورا كيما قالوا. خاطرش انا نكون غلط يرحم والديكم، كيفاش نكون غلط وما نستعرفش بالغلطه نتاعي ونعاود نصلح؟ احنا نقول لكم الحق يا ناس، مانيش فاهم انا الناس يكون واحد باكزومبل يحكم لوتوروت هاو خارج بالطوموبيل رايح لكانش البلاصه ويغلط. يغلط كيفاش؟ ما موش يستنى لا سورتي لا بريمير سورتي يخرج باش يعاود يدور. اها اللي اشتغلت يكمل. احنا غلطين كي نديكلاريو لاكار لاسرائيل ولا نديكلاريو لاكار للمغرب ولا احنا غلطين. احنا مانيش تاع حرب، احنا واش نديرو الحرب؟ احنا الحرب نتاعنا نديروها ضد كما قلت لكم، ضد الافات الاجتماعيه، ضد لا بوفريتي، ضد الامراض، ضد التخل. هذه هي الحرب اللي نديروها. وصلت ل 30 مينوت، ديما ما نحبش نعرف 30 مينوت باش ان شاء الله ما نطولش عليكم. ان شاء الله نقول لكم الناس اللي كتبوا لي بتات راني جاوبتكم، وان شاء الله نزيدو نتكلموا على الموضوع هذا. اللي ما فهموش ولا حاجه يعاودوا، انا هذا رايي على كل حال، انا ما نفرضش رايي حتى على واحد. انا نمد رايي، كاين ناس معايا وكاين ناس ماهمش معايا، نحترم رايهم حتى انايا وهذا ما كان. كان خويا وقيله مولود بعث لي مولود بوفنارة، نشوف فيه بعث لي دوكا ميساج نكمل به. هو مولود بوفنارة كما تعرفوا سيت ان جوار تاع اليو اس ام كا، انسان صاحبي حبيبي ساج، سيت ان نوم تري ساج، لعبت معاه البالون، انسان لي عمرو ما يتخلق، عمرو ما ديما يضحك ديما الاخر. شوف برك واش بعث لي.
دونك سي با مولود وفنا لا جو بو سالي مسيو اخويا مولود اش تاع مشكين انت اللي بعثنا هذا مولود واحد اخر بعث لي دو فوتو ولا تروا شفتهم يا خويا تاع الناس اللي نتاع الناس هذو اللي يحبوا ما يحبوش تمزغة وي سي فري شفتها تصبروا شفتهم يا خويا ميرسي بوكو مسيو مولود هذا سي با مولود وفنا لا دونك نو سيت هذا يكون خويا حسن كابيل هذا شفت هذا لي فوتو هذو يا خويا تمزغ راهي في بلادها الامازيغ راهم في بلادهم يا خويا ما تقلقش روحك دوكا لا غالب الناس هذو واش راح نقول لكم اللي ياكل في الغله ويسب في المله هذه هي قاعد في بلاد الامازيغ ويقرا عند الامازيغ وياكل عند الامازيغ وما يشتيش الامازيغ واش نقولوا انا نقولوا عليه نقولوا نسبوا ما نسبوش حنايا من الغايب حنايا نقول لهم يا ولدي لكون انا في بلاصتكم لكون انا بيكزومبل نروح للسعوديه في بلاصتهم هما نروح للسعوديه وما نشتيش العربيه وما نشتوش السعوديين والله يا جماعه ما نستنى ربع ساعه غير نهز لي فاليز تاعي ونروح لبلاصه اخرى مين الناس هذو قاعدين عند الامازيغ وياكلوا عند الامازيغ ويشربوا عند الامازيغ وما يشتيوش اللغه تاعهم وما يشتيوش الثقافه تاعهم وما يشتيوش واش نقول لكم بدون تعليق الوغ نقول لكم ما نطولش عليكم بزاف كما قلت لكم ديجا شويه 30 مينوت ديجا انا باسي 30 مينوت هي كاين خبر ثاني يقولوا باللي هذا كيما اسمه خليفه حفتر يقولوا قصاوه من الانتخابات بعد ما قصاو القذافي زادوا قصاو حفتر من الانتخابات على حساب المعلومات الاخيره هذه ماهيش حاجه مليحه لخوتنا الليبيين اللي رايحين يزيدوا يدخلوا في متاهات هذا حفتر هذا ديجا عنده سلاح وعنده ارمي كبيره راهي عنده ارمي كبيره راهي تحت يده راح تزيد الحاله تزيد تخماش خلاص ربي يلطف وخلاص علي بونسوار يا توت يا توس يا دومان أحبك كلمة قالها يوم نادي عايزة تروح لك كنت بعيدة عليا أحبك كلمة قالها يوم نادي عايزة تروح لك كنت بعيدة بعيدة عليا كلمة اللي انا عايش فيها حلاوة كل الشوق فيها كلمة اللي انا عايش فيها حلاوة كل الشوق فيها وحبها وأعدها وغني أحبك